التذادب، صوته قهقاع، يغطي جسمه الفرو، يعيش في الغابات والجبال، يتغذى على اللحم والأعشاب. ابن الدب يسمى ديثم، أنثى الدب تسمى جهبر أو جهيزة، دببة جمع دب. تعتبر الدبابة من الحيوانات المفترسة، وللدبابة 8 أنواع: الدب الأسود الأمريكي، الدب الأسود الآسيوي، الدب البني، دب الباندا العملاق، الدب القطبي، الدب المقنع، الدب الكسول، ودب الشمس. هل سبق لكم أن شاهدتم دباً في حديقة الحيوانات؟ أتعلمون أصدقائي أن الدب يحب العزلة؟ فعندما يحل الشتاء يدخل في سبات عميق ولا يخرج حتى الربيع، كما أنه يقوم بامتصاص يديه ورجليه عندما يجوع، فيساعده ذلك على زوال الجوع عنه. البقرة. هذه بقرة، صوتها خوار. أبقار جمع بقرة. للأبقار ألوان مختلفة، تربى في المزارع، تتغذى على الأعشاب. بعض الأبقار يغطي جسمها الوبر، والبعض الآخر يغطي جسمها الشعر. ابن البقرة يسمى العجل، ذكر البقرة يسمى الثور. إنها من الثدييات، أي تتكاثر بالولادة. هل سبق لكم أن شاهدتم بقرة من قبل؟ هل تعلمون أن البقرة من الحيوانات الأليفة؟ أتعلمون أصدقائي أن البقرة تعطينا الحليب اللذيذ، كما أننا نستفيد من جلدها الجميل؟ هذا حصان، صوته صهيل. هذا الحصان لونه بني، يربى في الإسطبل، يتغذى على الأعشاب، يكسو جسمه الشعر. المهر ابن الحصان، الفرس أنثى الحصان. إنه من الثدييات، أي يتكاثر بالولادة. هل سبق لكم مشاهدة حصان على أرض الواقع؟ هل حاولتم إطعامه أو الركوب عليه؟ أتعلمون أصدقائي أن الحصان كان وسيلة للتنقل قبل اختراع السيارات؟ الدجاجة. هذه دجاجة، صوتها نقنقة، يغطي جسمها الريش، تربى في القن. ذكر الدجاجة يسمى ديك، صغير الدجاجة يسمى صوص. تتغذى على الحبوب والحشرات والديدان. دجاج جمع دجاجة. يعد الدجاج من الطيور، لكنه لا يستطيع الطيران، ويتكاثر بالبيض. هل سبق لكم أن قمتم بتربية دجاجة؟ أتعلمون أصدقائي أن الدجاجة عندما تشعر بالخوف تقوم بخداع العديد من الحيوانات كالديك الرومي والأبقار والخيول، وتفعل ذلك من خلال رسم خط مستقيم أمام منقارها، وتركز الدجاجة على هذا الخط وتصبح ملومة مغناطيسياً وتبقى بلا حراك تام. الأسد. هذا أسد، صوته زئير. ابن الأسد يسمى شبل، أنثى الأسد تسمى لبؤة. يغطي جسمه شعر كثيف. الأسد من الحيوانات المفترسة، فهو يتغذى على اللحوم. أسود جمع أسد. وللأسود 6 أنواع: الأسد الآسيوي، الأسد الإثيوبي، أسد ترانسفال، أسد الماساي، الأسد البربري، وأسد الكونغو. تعيش بعض أنواع الأسود في السهول والأراضي العشبية، والبعض الآخر في الأدغال وغابات السافانا. هل سبق لكم مشاهدة أسد في حديقة الحيوانات؟ هل تعلمون أن للأسد أكثر من 300 اسم في اللغة العربية، مثل صارم وأصلان؟
أتعلمون أصدقائي أن الأسد يحب النوم كثيراً؟ حيث يمكن للأسود البرية أن تنام حتى 20 ساعة يومياً. القط، هذا قط، صوته مواء، يغطي جسمه الشعر. أنثى القط تسمى قطة، قطط جمع قط. صغير القطط يسمى هرير أو قطيط. للقطط ألوان وأنواع مختلفة، تتغذى على اللحم والفئران، ويمكنها أن تأكل بعضا من أطعمة البشر، فهي من الحيوانات الأليفة وتربى في المنازل. القطط من الثدييات، أي تتكاثر بالولادة. هل سبق أن قمتم بتربية قطة في منازلكم؟ هل تعلمون أن القطط لا تستطيع أن تميز المذاق الحلو للطعام؟ كما أنها تمتلك بصمة خاصة في أنفها عوضاً عن بصمة الإصبع.